السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله دلوقتي عن الفيزيكال ترمولوجي الخاصه بالايدجنج. انا عزه شبانه، معيده في قسم تمريض اللي هو المسنين. الاوتلاين بتاعتنا هنقول انترودكشن، ايه هي البيزك ترمولوجي الخاصه بالمسنين، بعد كده ايه الكرايتيريا فور الايدجنج، اخر حاجه هنتكلم فيها الكاركترستكس اوف الاوردر ايه بوبيليشن. في البدايه كده بنقول ان الموست ايفري كونتري the proportion of the people aged over 60 years old is growing faster than any other age group. عن اي age group تاني. ده as a result of both بيحصل longer for life expectancy and اللي هو decline في fertility rate. This population aging can be seen as success story for اللي هو public health policy and for اللي هو socio-economic development، ولكنها بتبقى challenge للسوسايتي ان هو يحصل له adaptation in order to maximize the health and functional capacity of the older people as well as social participation and security. الترمينولوجي اللي هتكون موجودة معانا اول حاجة يعني ايه elderly. elderly is a person who 60 years old or more. ال WHO قسمته لي كاتيجوري، قالت لي ان عندي 3 كاتيجوري للاوردر للالدرلي بيبليشن. اول كاتيجوري معانا اللي هو اليونج اولد، لما يكون الايدج بتاعه من 60 years old to less than 75 years old. الميدل ايدج بيبقى من 75 years old to less than 85 years old. الاولد اولد الايدج بيكون من 85 years old and older. طب يعني ايه ايدجنج اصلا؟ عملية الايدجنج دي بتعتبر عملية مستمرة، بتبدأ من اول اللي هو البيرث لغاية الديس، بيكون بيحصل فيها اللي تشينجز بقى على مستوى الفيزيكال والسوشيال والسايكولوجيكال اند اللي هو السبريتشوال. او ممكن نعرفها تعريف تاني اللي هي بروسيس اوف بروجريسيف فانكشنال ديكلاين وذ تايم، بتأدي الى ديسابيلتي ديبندنسي موربيديتي اند مورتاليتي. البرايمري ايدجنج دي عباره عن التغيرات اللي هي الفسيولوجيه اللي بتحصل مع الايدجنج بغض النظر عن اللي هو الديزيز بروسيس، يبقى هي الفسيولوجيكال تشينج اسوشيتد وذ الايدج ريسبكتيف اوف اللي هو الديزيز بروسيس. عكسها السكندري ايدجنج، السكندري ايدجنج ده بيكون اللي هو السبب بتاعه او هي مبنيه على ايه، على الديزيز والسوشيو او اكونوميك بروبلم، يبقى هي انكريز ريت اوف الايدجنج اللي هو تشينجز ذات ستيم فروم الديزيز اند سوشيو اكونوميك بروبلم. الكرونولوجيك ايدج اللي هو العمر الزمني، العمر الزمني اللي هي عدد السنين اللي الشخص بعيشها. It is the number of years that have been alive or the measure of the time elapsed since a person births. ده كان العمر الزمني. العمر الوظيفي بقى اللي احنا بنطلق عليه البيولوجيكال اور فانكشنال ايدج، ده بيكون عبارة عن ايه؟ عن الـ internal and external change in physical structure of a person. بعد كده معانا تعريف تاني اللي هو life expectancy اللي هي عدد السنين اللي متوقع ان الشخص ده يعيشها. it is based on the average life span. طب يعني ايه life span؟ ده الـ maximum length of time اللي الأورجازم او الماتيريال او الأوبجكت can be expected to survive or last. الجيرونتولوجي بقى العلم نفسه ده عبارة عن ايه؟ It is the study of all aspects of aging process including the clinical, psychological, economical, behavioral, environmental and social problem of the elderly والconsequence of the problem ده على مستوى المجتمع او مستوى البوبيليشن نفسهم. الجيرياتريكس بقى ده طب المسنين او طب الشيخوخة، يبقى هو فرع من الميديسن which study and practice of the medical problem and the care of the older people with a with the disease. يبقى هو هيركز له على نقطتين، ان هو يشخص ويعالج الديزيز اللي هي common among مين الالدرلي بير. الجيرونتولوجيكال نيرسينج تمريض المسنين بقى ده سبيشاليزد اريا من النيرسينج فوكس على ان هي بتقدم الرعايه للمسنين عن طريق ان انت بتطبقي النيرسينج بروسيس اللي هي ايه خطواتها بقى الاسسمنت والبلاننج والامبلمنتيشن والايفالويشن. يبقى النيرس لازم تاخد في اعتبارها ان هي بتحط احتياجات والكاركترست بتاع كل اردر كل واحد على حده. بعد كده الجيرياتريك نيرسينج، الجيرياتريك نيرسينج الخدمه نفسها اللي انت بتقدميها بقى، السبيشاليزد اريا اوف نيرسينج ذات فوكس اون النيرسينج كير للسيك اولدر ادلت.
السينسنس اللي هي الشيخوخة، بيقول لي ان هي ال period of one's life during which the greatest amount of aging occur the process by which the cell بتفقد القدرة بتاعتها ان يحصل لها divide و grow and function. السينيلتي لا، الديفكت بقى اللي بيحصل الباثولوجيكال والفانكشنال ديفكت ريزلت فروم الايدجنج بروسيس. معانا كمان تعريف اللي هو الايجزم. الايجزم ده الاضطهاد، او ان انت ايه بتضطهد بس الشخص لمجرد انه كبير في السن. يبقى الايموشنال ديسكريميشن بتميز الاشخاص اجينست بيبول بيزد اونلي على الايدج بس، عشان هو كبير في السن فانت بتضطهديه. عندنا الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، دي عباره عن مجموعه الاكتيفيتي اللي انت لو الشخص بيعملها بتقول ان هو اندبندنت في الليفنج بتاعه. زي ايه الاكتيفيتي دي؟ زي ان هو بيقدر يعمل باثنج لوحده، تويلتنج لوحده، ايتنج، المورنينج كير، الدريسنج، الموبيليتي. نوع تاني من الاكتيفيتي اسمه انسترومنتال اكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، دي مجموعه من الاكتيفيتي نيدد تو سبورت الاندبندنت ليفنج، ان هو يقدر يعمل شوبينج لوحده، يقدر يعمل كوكينج، يقدر يعمل مانج للماني، يقدر ان هو يعمل مكالمات تليفونيه، يقدر ان هو يستخدم المواصلات العامه لوحده بدون مساعد. ايه بقى الكريتيريا اوف الايدجنج؟ عندنا 5 كريتيريا فور الايدجنج، 5 حاجات. اول حاجة فيهم اللي هو الكوميوليتيف، يعني ايه؟ يعني التغيرات دي بتبقى متراكمة، اللي هو التغيرات اللي بتحصل مع الايدجنج بتزيد مع الوقت. تاني حاجة يونيفرسال، يونيفرسال يعني ايه؟ يعني كل الجنس البشري هيتعرضهم لنفس الساين اوف الايدج اوف الايدجنج. البروجريسيف يعني بتحصل ايه؟ جرادوال، التغيرات بتبقى ايه؟ جرادوال. بعد كده الانترنسيك، التغيرات دي هتحصل حتى لو انت كنت في perfect environment لأن هي حاجة داخلية. الديلتروس يعني ال changes ده which occur compromise normal biological A function. آخر نقطة هنتكلم عليها ال characteristics of the older population. بنقول زيادة ال life expectancy ده بتعمل لي raise لل question of whether the longer life span، يا ترى ال life span ده جاي من more years of life in good health ولا مرتبط ب increase في morbidity and more years spent in prolonged disability and dependence. تاني نقطة، ال main cause في disability و الدس اللي موجود في الأوردر بيبليشن بيكون سببه ايه؟ ال non communicable disease. تالت حاجة معانا بنقول ان الأوردر بيرسون في الدول اللي هي النامية، الدول اللي هو ال developing country او اللي هي less developed region، بيفضلوا يشتغلوا لايه؟ حتى بعد ما يطلعوا لسن المعاش، تلاقوهم مثلا ايه فاتح محل او حاجة واقف فيه او عنده ورشة او كده، رغم انه هو كبر وكده بس لسه مستمر في الشغل بتاعه. مين older person still need to work into older age especially في developing countries. كمان بالنسبة للريتايرمنت ايج اللي هو سن التقاعد، ده بيكون هاير بالنسبة للمين عن الومن، وبيكون هاير في المور ديفلوبد ريجون، في الدول المتقدمة بيبقى اكتر من اللي هو الديفلوبنج ريجون. اخر حاجة اللي هي البروبورشن اوف الانديفيدوال، نسبة الاشخاص اللي هم بيبقوا ليفنج ويز ذير سباوس ديكريز مع الايدج، لان السايكولوجيكال تشينج اللي بيتعرض لها والسوشيال تشينجز اللي بيحصل له اللص اوف اللي هو السباوس، خاصه بالنسبه للومن والاشخاص دي ان هم بيقعدوا لوحدهم اللي هو ليفنج الون بتزيد مع الايه ادفانسد في الايدج. ثانك يو.